كانت ليلة الخميس طويلة في عدد من المدن اليمنية حينما أطلق أنصار الرئيس علي عبد الله صالح الأعيرة النارية في الهواء وبكثافة بصورة منظمة ومخطط لها تعبيرا عن فرحتهم بما قالوا إنه نجاح عملية جراحية أجريت للرئيس بالسعودية، وذكر أن بعض المواطنين أصيبوا بجراح جراء تلك الأعيرة. انعكست الخطوة غضبا عارما لدى أوساط المعارضة، وأثار الأمر تساؤلات كثيرة حول مصير تلك الخطط التي أطلقها عبد رب منصور هادي القائم بأعمال الرئيس، والتي تدعو لتعاون جميع اليمنيين لتكريس الأمن والاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار وسحب المظاهر المسلحة من الشوارع. هي أمور من الصعب تحقيقها في ظل حالة التشكك والثقة المفقودة، إضافة لتجمعات آلاف المحتجين بعدد من المدن اليمنية يطالبون منصور هادي الإسراع بتشكيل مجلس انتقالي يقوم بتأليف حكومة جديدة تدير البلاد، وهدد بعضهم بالاعتصام إلى أن يتم تشكيل المجلس المذكور. لم يبدي منصور هادي أي مؤشرات إيجابية تنعش إمكانية تحقيق ذلك، وعرض التلفزيون اليمني صوره وهو يلتقي سفراء خليجيين في صنعاء دون الحديث عن المبادرة الخليجية التي اختفت عن الساحة اليمنية بعد تعديلات كثيرة ورفضها شباب ثورة التغيير السلمية في السابق، ويرفضون مجرد الحديث عن إحيائها حاليا. تكتل اللقاء المشترك يدعو ايضا لتشكيل مجلس انتقالي، وان كان كثير من المراقبين يعتقدون صعوبة الوصول لذلك وصعوبة الاتفاق على الشكل وعضوية واجندة المجلس اذا ما تم الاتفاق عليه، وذلك قياسا للخلافات الكثيرة السابقة بين اطروحات اطياف المعارضة المختلفة. قد تشير هذه التطورات الى مرحلة جديدة من مراحل الاحتقان السياسي الذي تعيشه اليمن منذ حوالي 4 اشهر، مما قد يجعل الجمعة القادمة في اليمن تختلف كثيرا عن سابقاتها عند طرفي النزاع مؤيد الرئيس علي عبد الله صالح ومعارضيه، رغم ان صالح نفسه خارج حلبة الصراع حاليا ولو بصورة مؤقتة.